اهلا بكم كل اعزائي المشاهدين والمتابعين، اهلا بحضراتكم معانا من كل مكان في العالم، من كل مكان في الوطن العربي، ومن كل مكان في الدول العربية الحبيبة والشقيقة، مع حلقة جديدة في 2023 وحلقة عاجلة وسريعة. وهنتكلم بس على ثلاث مواضيع او ثلاث عناوين تجتاح العالم الان وتمثل خطورة على العالم. الحرب العالمية الثالثة في 2023، وهنا تحذير روسي صريح. روسيا تحذر العالم من اقتراب اندلاع الحرب العالمية الثالثة، ونشوف مع بعض التفاصيل الخاصة بالمواضيع. يلا مع بعض نفتح اول خبر هام. هنا بتاريخ يوم الاثنين 23 يناير 2023، اليوم ميدفيد يحذر من اقتراب العالم من تهديد اندلاع حرب عالمية ثالثة، وهنا ده تحذير صريح جدا، ومش بيقول ان في حرب هائلة او في صراع او في تهديدات قصوى، ولكن هو يتكلم الان عن حرب عالمية ثالثة واقترابها. هل جاي في مكان تاني؟ برضو يوم الاثنين 23 يناير 2023، تطور خطير، روسيا تحذر من اقتراب اندلاع الحرب العالمية الثالثة. طيب قبليه يسبقه في موضوع كنا اتكلمنا فيه من يوم او من يومين، وده كان جاي بتاريخ يوم الاحد بالامس 22 يناير، ان كانت روسيا تحذر الاسلحة الغربية الهجومية لكييف ستؤدي الى كارثة عالمية، وكتبت كده كارثة عالمية وحرب مروعة. ثم جاء اليوم بهذا التصريح اللي هو صريح جدا، بيتكلم بقى مش حرب مروعة ولا كارثة عالمية، ولكن هو بيتكلم من اندلاع حرب عالمية تالتة. وشايفين ان الصراع في الحرب الاوكرانية او الروسية الاوكرانية ابتدى يتطور بتطورات نوعية. وقبل ما نخش في التحذير والكلام اللي مكتوب، لازم نعرف كده الحرب بدأت قليلها اكتر من سنة، وفي نفس الوقت كان المرجح ليها انها تقعد شهرين ثلاثة، او زي ما امريكا والاتحاد الاوروبي كان عامل حسابه على كده، ولكن اصرار روسيا على انها لن تخسر، وعقيدة روسيا العسكرية انهم مش هيخسروا، ولو هيخسروا يبقى هيخسروا معاهم العالم بالكامل. والاستفزاز الامريكي الغربي على روسيا قوي جدا، هم عايزين يستنزفوا روسيا بكل الطرق، يستنزفوها عسكريا ويستنزفوها ماليا ويستنزفوها اقتصاديا. ولكن العقيدة الروسية امريكا مش درساها كويس. العقيدة الروسية اللي هو هنهد المعبد باللي فيه على نفسنا، يعني مش هنسلم ونقول خلاص كفاية اللي خسرناه، لا، هو الروس مستعدين ان هم يموتوا في هذه المعركة، بس هيموتوا معاهم الباقيين. كمان ان روسيا لا يلدغ من جحر مرتين، او المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، على المثل اللي بنقوله احنا عندنا روسيا اتلدغت من جحر قبل كده، وهو تفكيك الاتحاد السوفيتي. لما تفكك الاتحاد السوفيتي كان برضو بسبب التدخلات الامريكية والتدخلات الغربية وتدخلات الناتو، فمن هنا روسيا اتلدغت من هذا الجحر، فلن تلدغ تانية الا تبقى بغباء المستحكم. فاللي حاصل فكر انت فيها بالعقل، لو في خناقة كبيرة مع عيلتين كبار، والعيلة دي خسرت والعيلة دي خسرت، ماذا يحدث في نهاية هذه الخناقة او هذا العراك او هذه المعركة؟ ايه نهاية الحرب دي؟ هتيجي روسيا تسلم وتقول خلاص انا كده اكتفيت وشكرا وارجع بلدي تاني، ولا هتيجي اوكرانيا بعد كل التهجير واللي مات واللي حصل واللي فيها هتقول شكرا، ولا هيجي الغرب بعد كل المآسي اللي شافوه من يعني كوارث اقتصادية في كل دول العالم،
هيقولوا خلاص كده، فلازم من نهاية لهذه الحرب ونهاية تكون محسومة، يعني نهاية ما تنفعش تبقى ليها ديول تاني. دي شعوب يا جماعة، دي شعوب بتموت. فالنهاية ايه؟ النهاية ان تكون في حرب قوية جدا يسيطر فيها احد الاطراف ويقطع الفرط او يقطع هذه الحرب بسيطرة بطريقة معينة. كل العسكريين وكل الاقتصاديين بيقولوا ان الضغط الامريكي على روسيا جاي بطريقة غبية جدا واستفزاز غير عادي علشان تندلع حرب عالمية كبرى. وانتوا شايفين ان اوروبا استنزفت من الداخل، اوروبا شعوبها قلبة الدنيا عليها، اوروبا شعوبها عاملين مظاهرات وعاملين اضرابات ومفيش اكل ومفيش طاقة ومفيش بترول، والعرب هو اللي مسيطر على البترول او معظم البترول اللي رايح لهم، وبالتالي اوروبا وامريكا بيطاطوا للعرب كمان. فلازم من وقوع حرب عالمية ثالثة اللي يخرج منها فائز هو اللي يسيطر على العالم. وهنا روسيا حست بالخداع وحست بان هيبقى في كارثة كبرى ليها لما امريكا والاتحاد الاوروبي وافق انه يبعت لاوكرانيا الدبابات وهي اسلحة هجومية. يعني قلنا ان خلاص اوكرانيا هتقرب من الدخول لروسيا وهيبقى الحرب على اراضي روسية بسبب الاسلحة الهجومية، وهنا استشعرت روسيا الخطر فتعمل ايه؟ خلاص هتستنزف كل طاقتها بانها هتضطر تحول الحرب الى منطقة اخرى بقى، وتبدأ تخليهم يشوفوا نفسهم بدل ما عمالين يبعتوا لاوكرانيا. ونقرأ هنا التحذير ده جاي بيقول ايه. صرح نائب رئيس المجلس الامن او نائب رئيس مجلس الامن الروسي ديمتري ميدفيد بان العملية العسكرية في اوكرانيا اصبحت اجراء قسريا، وردا على التحضير للعدوان من قبل الولايات المتحدة واقمارها الصناعية. وحذر ميدفيد من ان العالم اصبح يقترب من تهديد اندلاع حرب عالمية ثالثة، لان امريكا هنا استخدمت كل الاقمار الصناعية الخاصة بيها وابتدت تدي بيها اماكن الروسيين للاوكران. كمان ابتدوا يحضروا للعدوان عن طريق ارسال الدبابات والاسلحة الهجومية لاوكرانيا بعد موافق الغرب كله. وقال ميدفيد في اجتماع لمكتب المجلس الاعلى لحزبة روسيا الموحدة، يجب على حزبنا ان يساعد الناس في العالم على فهم ان العملية الخاصة التي يتم تنفيذها اصبحت تدبيرا قسريا، يعني حاجة بقى خلاص غصب عنا لازم تتعمل، ردا على التحضير للعدوان من جانب الولايات المتحدة واكبرها الصناعية. وبسبب الوضع الحالي من الواضح ان العالم قد اقترب من خطر الحرب العالمية الثالثة. واكد ميدفيد ان الصراع ضد عدو خارجي اكثر اهمية من الخلافات بين الاحزاب، ويمكن لحزب روسيا الموحدة ان يساعد القوى الوطنية في الحوار مع الاحزاب الاجنبية. وقال بالطبع المعركة ضد عدو خارجي اكثر اهمية بالنسبة لنا الان من الخلافات بين الاحزاب، يمكن لروسيا الموحدة ان يساعد القوى الوطنية الاخرى في بلدنا على بناء حوار مع الاطراف الاجنبية المقربة ايديولوجيا منهم، الان هذا في مصلحتنا ومصلحة الوطن كله. واقترح النظر في خيارات التفاعل بين روسيا الموحدة والأحزاب البرلمانية والهياكل السياسية الأخرى بشأن قضايا العمل في الخارج. وهنا معناها إيه يا جماعة؟ معناها ان بيقول لروسيا خلاص لازم نتحد داخليا، مفيش حاجة اسمها ده حزب كذا وده حزب كذا وده بتاع، هنتحد داخليا لان بقى العمل ضد الخارج وضد امريكا حاجة اساسية قصرية، خلاص مفيش حل ومفيش محيص ومفيش خروج من الزنقة والازمة اللي اتحطوا فيها. فالاتحاد الروسي الداخلي مش هنقعد حابة يقولوا انا حارب وحابة يقولوا لا انا ما نحاربش امريكا وحابة يقولوا لا ما نضربش في الغرب، عايز يوحد السياسة الداخلية الروسية لان هو شايف اندلاع الحرب العالمية الثالثة قادمة. والكلام ده ما قالهوش ميدفيد فقط، ولكن لو خدنا بالنا من امبارح
روسيا تحذر الساحة الغربية الهجومية لكييف ستؤدي إلى كارثة عالمية. برضو هنا قال رئيس مجلس الدوما، بقى مجلس الدوما نفسه اللي هو زي رئيس مجلس النواب أو مجلس الشعب أو البرلمان، قال إن تزويد الغرب لكييف أو لأوكرانيا بأسلحة هجومية سيؤدي إلى كارثة عالمية وإجراءات انتقامية من قبل روسيا باستخدام أسلحة أكثر فتكا. وهنا اتكلم على النووي وكتب على صفحته: تزويد نظام كييف بأسلحة هجومية سيؤدي إلى كارثة عالمية إذا قامت واشنطن ودول الناتو بتوريد أسلحة يتم استخدامها لضرب المدن ومحاولات الاستيلاء على أراضينا كما يهددون، فسيؤدي ذلك إلى اتخاذ تدابير انتقامية باستخدام المزيد من أسلحتنا الفتاكة. مشيرا إلى أن أعضاء الكونجرس الأمريكي ونواب البوندستك والجمعية الوطنية الفرنسية والبرلمانات الأوروبية الأخرى يجب أن يدركوا مسؤوليتهم تجاه الإنسانية، وتابع: بموجب قراراتهم تقود واشنطن وبروكسل العالم إلى حرب مروعة، إلى نوع مختلف تماما من الأعمال القتالية عما هو عليه الآن. يتم تنفيذ ضربات حصرية على البنية التحتية العسكرية والحرجة التي يستخدمها نظام كييف. وخلص بيقول: السياسيين الأجانب الذين يتخذون مثل هذه القرارات يحتاجون إلى فهم أن هذا يمكن أن ينتهي بمأساة عالمية ستدمر بلادهم. وقال بقى: فإن الدول النووية لم تواجه في السابق حالة تهديد لأمن مواطنيها وسلامة أراضيها، وبالتالي فإن حجج عدم جواز استخدام الأسلحة الدمار الشامل في النزاعات المحلية لا يمكن الدفاع عنها. يعني لو استخدمنا محدش يقدر يدافع ويقول محدش يستخدم أسلحة دمار شامل، انتوا حطيتونا يا جماعة في مأزق وحطيتوا العالم كله في مأزق وتعملوا كارثة إنسانية، وبالتالي محدش يقول لنا انتوا بتعملوا ايه، لأن انتوا اللي بعتوا الأسلحة الهجومية لغاية كييف أو لغاية أوكرانيا. ومن هنا يا جماعة ابدأوا خلوا بالكم، لأن العالم فعلا هيتغير. مفيش خبير عسكري في العالم كله أو محلل عسكري في العالم كله إلا لما طلع وقال لو الأسلحة ابتدت تستخدمها فعلا أوكرانيا، وهي وصلت فعلا إلى أوكرانيا ابتدت تستخدمها وتهجم على روسيا، مفيش محلل في العالم إلا لما قال الحرب العالمية هتندلع. وهي دي الغلطة اللي كانت باقية، إن أمريكا تصر والغرب والناتو يصر على إرسال أسلحة هجومية علشان بقى يخلصوا من روسيا، ولكن انتقام الروسي هيبقى خطير جدا. وروسيا هنا رئيس الدوما هو اللي حذر، وفي الخبر اللي قبل كده رئيس المجلس الأمن القومي الروسي هو برضو اللي حذر، وبالتالي التحذيرات جاية صريحة. واحد بيقول هنضرب نووي وهيحصل كارثة في العالم، واحد تاني بيقول اقتراب العالم من تهديد اندلاع حرب عالمية تالتة، وبالتالي اللي هيودي العالم كله في داهية وهتبقى فيه كارثة الإصرار الأمريكي والتعنت الأمريكي الغربي على استكمال هذه الحرب وتحويلها إلى حرب عالمية تالتة. فبرضو احذروا حضراتكم، لأن حرب عالمية تالتة أكتر ناس هيتضروا فيها في الحياة الدول الفقيرة والدول اللي ما عندهاش مخزون والدول اللي مش معتمدة اعتمادا ذاتيا على نفسها، و90% من الدول العربية مش معتمدة اعتمادا ذاتيا 100%، حتى اللي كانوا معتمدين على نفسهم في الزراعة فعندهم جفاف أدلهم سنين، وبالتالي الزراعة بقت مش مقضية الاستخدام الشعوب لأكلها، وبقوا يستوردوا الأجهزة بقينا نستوردها، العلاجات والأدوية بقينا نستوردها، معظم 70% من احتياجاتنا اليومية بقينا نستوردها، وبالتالي لو حصلت حرب عالمية تالتة العالم كله مش هيلاقي الأكل، وممكن نخش في مجاعات ونخش في أوبئة ونخش في بلاوي شنيعة. فده اللي يخلينا في نهاية الفيديو دايما نقول: اللهم ارفع غضبك ومقتك عنا، اللهم نستودعك الأرض ومن عليها، اللهم نستودعك كل شعوب العالم الأبرياء. دايما يا جماعة اقتربوا من الله في هذه الأيام، مفيش بإيدينا شيء إلا الاقتراب من الله وطلب النجدة من الله سبحانه وتعالى. في نهاية الفيديو لم يتبقى لي إلا أن أشكر حضراتكم لوجودكم معي لهذه اللحظة. انتظروني فيديوهات كتيرة جدا
بفكركم يا جماعة بعمل اللايك للفيديو او الاعجاب بالفيديو، مهم جدا عشان نستكمل. انشر الفيديو في كل مكان لتعم الثقافة العربية في كل مكان. اشترك في القناة ودوس على الزرار تحت الفيديو المكتوب على الاشتراك او سبسكرايب ليصلك كل جديد. شكرا ليكم، اترككم في رعاية الله وامنه، والسلام ختام على الجميع.